نرسم ونكتب، من حقي نحب ونتحب، من حقي نعبر، من حقي نخدم ونولي عنصر فاعل في المجتمع. كيفي كيفك، إعاقتي عمرها ما كانت حاجز بيني وبينك. من حقي برنامج يجيكم كل نهار ثلاث من ما ثلاثة حتى للأربعة متاع العشية، معايا أنا جنات برهومي وجلال الرياحي. ملا ما تنسيوش تطلبونا وتتفاعلوا معنا على 71 88 55 56. مطلت على موجات إذاعة أمل، مرحبا بكم الناس الكل، نحيوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات إذاعة أمل على 102.3 FM وإلا على www.radioml.tn. موعدكم متجدد في من حقي كيما كل نهار ثلاث من توا حتى للأربعة متاع العشية، معايا أنا جنات برهومي، معايا جلال الرياحي، معايا رحاب، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. سافا يا جماعة، لاباس؟ شعاملة فيكم سخانة؟ هاي بيه الحمد لله. دونك اليوم يا جماعة في من حقي باش نحكيو على المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي، المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي، خطر نعرفوا اللي الأشخاص ذوي الإعاقة اللي يعانيوا من مشاكل صحية تخليهم في حاجة المجموعة متنوعة من الخدمات الصحية. دونك نحبوا نعرفوا شو المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي. تنجموا تتواصلوا معنا انتما وبأرائكم وبتجاربكم على 71 88 55 56. نخليكم مع فاصل غنائي ومكملين معكم في من حقي. البحر قلبه كبير كبير كبير، مركب ورق في البحر والبحر قلبه
ركب ورق في البحر والبحر قلبه كبير كبير كبير. مركب ورق في البحر والبحر قلبه كبير كبير كبير. مرحبا بكم مرة أخرى في من حقي. نحكي اليوم على المشاكل اللي تعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي في تونس. تنجموا تتواصلوا معنا على 71-88-55-56 وتحكيونا المشاكل اللي تتعرضوا لها في القطاع الصحي كذوي إعاقة. جلال نبدأ معك, شنو نوعية المشاكل اللي تعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي؟ المشاكل في القطاع الصحي متعدده برشا, موجوده برشا مشاكل. أي. من اما في الاسبوع الفارط لقينا جاونا تليفونات على الاخطاء الطبيه. هي من اولى الحاجات اللي نهتموا بها الحكايه دي. الاخطاء الطبيه بالحق يعني ذرت برشا ناس وبرشا ناس عانت في الموضوع. فما برشا اعاقات ناتجه عن الاخطاء الطبيه بالضبط. اي هو أكثر الموضوع اللي من المفروض يعني توي تلهيو به الأخطاء الطبية اللي هو مهم جدا الموضوع عليه. بيه أبغى الأخطاء الطبية شو نجمو نلقاو من مشاكل في القطاع الصحي يتعرضوا لها أصحاب الإعاقات؟ هو التقصير يعني عدم يعني نقص من في اللهوة أو الحاجة ما يتلهوش بهم كما ينبغي. يعني عندهم ديما نقص في المعدات, يعني ديما الهنديكاب كي يدخل المستشفى او اي مكان يعني باش يعالج ولا ويذولي نقص في المعدات في المستشفيات الكل معناها الكل. في تونس نقص كبير ومش كان حكر على ذوي الإعاقة على الكل على الكل. لكن ديما اللي متعرض للضرر اكثر شخص هو الشخص ذو الإعاقة بالضبط. فما زيدة اللي تلقاهم عندهم إعاقات, مش الكل بيان سور, تلقاهم عندهم مشاكل نفسية. مشاكل نفسية دونك نقص في الإحاطة بهم, الإحاطة النفسية بهم. تلقاه يمشي مثلا بشي داوي على المرض متاعه وما تتمش الإحاطة بنفسيته معناها. هو الأولى أنه بون هو الزوز معناها, لكن نفسيته زادة عندها دور كبير في تخطي الإعاقة والمرض هذاك. رحاب هي النفسية هي اللي تلعب دور كبير. معناها تنجم تكون عندك المعدات الكل وعندك التجهيزات الكل وانت دولة متقدمة وسيبان, لكن ماكش ماكش قاعد معناها ملم بنفسيه الاشخاص الاعاقه. وهنا نعرف انه ذوي الاعاقه بصفه عامه يكونوا حساسين شوي. اي فهمت. يكونوا اقل حاجه تاثر فيهم. اي كلمه تنجم تطلعهم من فوق كلمه تنجم تضبطها من لوك. دونك هذايا فيما يخص المشاكل النفسيه. اسكو تراو اللي المستشفيات في تونس والقطاع الصحي في تونس معناها ملم المام كبير بالمشاكل متاع أصحاب الإعاقات في تونس؟ هو فما نقص كبير في المستشفيات. أنه الاهتمام خلينا نبدأ بالبنية متاع المستشفيات متاع البنية هي الأول حاجة هي اول حاجه قبل ما نبداو في التشخيص وقبل ما نبداو في الخدمات الصحيه معناها اللي يقدموها المستشفيات. هل انه المستشفيات متاعنا مهيئه معناها؟ لا ما فما عندناش. هو اكبر مستشفى عندنا شهر نيكول. كي باش تدخل شهر نيكول باش توصل للسيرفيس اللي حاجتك بيه برسك يزمك تاكسي. دونك هذه مساله بصراحه يعني من الباب الرئيسي للسيرفيس اللي حاجتك بيه مسافه كبيره. والسيرفيسات كلهم بعد على بعضهم.
ما بين سيرفيس سيرفيس في يعني فما مارشا ما نجمش هذه يعني البداية يعني مازال نلقاو نقص في اللي في الـ في الـ في لي رومب هذوكم اللي يطلعوا مش تروتوار الكراسي المتحركه التروتوار يحطوا عليه في الكراهه في وسط السبيطارات وزيد التروتوار ما تميش تروتوار كامله تروتوار تلقى فيها محبس تلقى فيها ربع جنينه ما نعرفش كل مره اش تلقى مش مؤهل انك مش تنجم تمشي فيها حتى 20 متر ومرتاح التروتوار هذا من المفروض في وسط المستشفى وما نحكيوش لبرا هذا في وسط المستشفى في وسط المستشفى واللي اقوى من هذا كل انك تدخل للسيرفيس اللي حاجتك به يعني تلقى دروج اي من الاول تلقى طلعه وبعد تلقى دروج هيك صعدة هذيك هو انسان معناها يكون ما عندوش اعاقه ما خلاش الرفلكس هو اصله باش يبدا في الدروج لا لا هو انسان ما عندوش اعاقه تقول له باش تمشي لك المستشفى الفلاني اول حاجه يخاف منها الصعده اي اكثر حاجه يقول لك ايش باش تطلعني الصعده هذه نبداو من الرابطه فوالا الرابطه حتى شادي كول في وسط المستشفى فيه معناها موجوده صعده دونك والانسان اللي ما عندوش اعاقه يتعب فما بالك بانسان معناها يبدا حامل اعاقه ويبدا مثلا المرافق اللي معاه معناها يبدا يدز في كرسي ولا يبدا اكثر من لانه هو اللي متحمل العبء بينما هذاك ما نحكيوش احنا للحامل اعاقه ديما عنده تعب نفسانين اكثر من بدنين لكن الاشكال انه باش تاخذ الحامل اعاقه باش توصلوا للبلاصه هذيك مشكله كبيره مشكله كما كنت نحكي لك من باب شرني كل السيرفيس وباش تدخل السيرفيس للسيرفيس وفما اسانسيرات ما يمشيوش فما ديما موجود عطب هذا نتاع الاسانسير موجود معناه ديما سورتو شرني كل ممكن حتى كان يخدم ما يهز ما يكفيش شخص بركة اي بالضبط دونك هذيا وفما دروج معناها تلقى دروج مش دروج يعني صغيره دروج كبيره, دروج كبيرة يعني ما هو الانسان المتكامل يعني ما نجمش يطلع يتعب بينما انسان في كرسي ولا انسان حتى انسان اعاقه بسيطه راه مش مهم ان يكون اعاقه كبيره يتعب فما تعب فما به دونك هذايا فيما يخص البنيه التحتيه نتاع المستشفيات نتاعنا مكملين معاكم في المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الاعاقه في القطاع الصحي تنجموا تتواصلوا معنا انتم بارائكم وبتجاربكم زادت تنجموا تعبروا على ارائكم على 71 88 55 56 نقرب احلى الدار لنخاف من الذيب الغدار دفيان ولنجوع نهار وعندي صبات كيف اندادي نمشي للمكتب جيعان حفيان عند الوديان خايف من لين وبردان صوتي يرعش امي بيخبي دموعه وخوفه مكسور خاطره من ظروفه ويقول نحبكم يا ولادي لكن ما بدي حيلة ما نقدرش نكسي العيلة حاير نعشيكم ليلة سامحوني بالله يا كبادي
حفايا عالخد دموعي بكايا في عيوني مليون حكاية ونغني بالصوت النادي نحلم نعيش كيف اندادي ما نكونش محروم في بلادي نعرفش معناها نفرح نعرفش معناها يا راديو أمل 102.3 FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في من حقي توا ماضي 3:18 دقيقة على موجات إذاعة أمل. مازلنا مواصلين معكم في من حقي حتى الأربعة. نحكي اليوم على المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي بالرغم من نجاح تونس يا جماعة في بناء منظومة صحية متطورة اللي تتكفل بتقديم الرعاية الصحية لأبنائها معناها والقضاء على الأمراض والأوبئة وتكوين الإطارات معناها لكن واقع مستشفياتها ومراكزها الصحية مازال ناقص برشا حتى لين يظهر لي ولات السبيطارات متاعنا هي بيدها مريضة يظهر لي دونك قلنا قبيلة اللي البنية متاع المستشفيات متاعنا في حد ذاتها أول ما نبدأ بالبنية التحتية للمستشفيات متاعنا هذه من أولى المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي. نخذوا معنا تليفون. ألو ألو عسلامة عسلامة سي محمد مرحبا بيك. عايشك الله يخليك. يعيشك سيدي. والله حبيت نتدخل في الموضوع هذا لأنه الحقيقة أعجبني من عدة نواحي. أي تفضل. الناحية الأولى أنه معناها هذه التفاتة كريمة من معناها من إذاعة أمل وهذه مش أول مرة أنا تبعتها في برشا مواضيع صارت كيف هكا من بينهم جماعة التوحد وما أشبه ذلك. أي. يبقى مدام الإثارة الموضوع هذايا مع في صحة المعاقين نحبوا نفهموا هل ترى صحة المعاقين من حيث الاستعداد من حيث الإطار الطبي من حيث من حيث المنظومة الصحية ككل في تونس شنو المشاكل اللي تعرضوا لها ذوي الإعاقة في المنظومة الصحية في القطاع الصحي في تونس؟ والله مدام أكثر في اعتقادي أنه أكثر مسألة تقلق أصحاب الإعاقة في المنظومة الصحية هو كيفية معناها تنقلهم في وسط المستشفى هذا اللي كنا نحكي هو فيه يظهرلي سي محمد لأنه توت في تجيب كثير مشكلة اسمها هذه هي المسألة موقعش تناولها منذ البداية موقعش استعدادنا الحاجة كما هكا أنا أعطيك عملية بسيطة نتكلم فيك كفيف بصر فهمت؟ أي الإشكال نورمالمون توا كيف نعملوا مدارج المسلك فيه دروج نورمالمون إيش لازم نعمل حلو بالضبط نعملوا أكل بونت سرسيبة لكن يقول سرسيبة مش كما مش سرسيبة اللي دروج أسهل منها صعدة للدهش أي دروج أسهل منها يظهر لي أي ولا أكوال الدروج أسلم أما نعملوها حاجة مدروسة يعني بونت تكون مدروسة يعني وقت يطلع لأصحاب العربات المدفوعة هذيك لا يتعب المدفوع نفسانيا ولا يتعب المرافق لا يتعب بالدافع أنه يجي وقت معنا حتى أخوك يفد يقول يا رسول حتى كما بينش الفد متاعه وزيد على هذا زاد ماذا بينا الأخيان العاديين معناها الأسوياء ساعات راه تلقى مصعد كيف ما هكا يقولوا إيه والله محلاه إيه محلاه سيء بمشي مش تقعد طالعة هابط معاه هي كبيرة رأينا إحنا
كيما نلقاو في التروتوار معناها توا في التروتوارات معبية بالكراهب. كيف راهو احنا هذه مشكلتنا التوانسه واللي الاسانسور باش يخلط لك يحب له وقت معناه. اي ما يقعد يستنى حتى تخلط حتى تخلط فلتين او فلتين يصلحهم ويهبطهم ويرجعهم يودي سيد الاسانسور ما هوش باش تحوس بيه معناه جوست باش تقضي بيه حاجتك نتاع رفاهة نتاع قضية حاجة. هذه مشكلتنا تلقاه الاخر البرة يستنى اللوطة يتلوى بالوجاعة والاخر ولا على باله بيه وكيف يقول له شنو يقول لك يا اخي شبيه صار عليه زاد صار عليه زاد سهلة وخاصة كيف يلقى اللي خاطب فيه معاق بالحق راهي ثم برشا ناس فريمون تعاملهم في مع المعاق فريمون معناها تعامل سامحني فيه خايب برشا باش ما نقولش كلمة أخرى. إيش كان عليه يقول لك يقول شنو إيش كان عليه راعي له وبعتالي يعمل روحه كيف اللي فيها والله يسامحني. كيما مدام المثل هذه نعنيوها زاد كل بلاصة في في جميع القطاعات معناها في جميع المجالات كيما في الكار الكار والله مش معناها باش نعملوا له اما هاكا تجي في العباد تشاملوا وتطلعوا يخلف علينا ربي هذيك في حد ذاتها مشكلة كبيرة ياسر. الحقيقة في وفي الواحد في السبيطارات تجي تدخل نورمال ما هو عنده بطاقة إعاقة هذه تعطيه الأولوية. لا والله سي تري رار يقعد يشد الصف سي تري رار باش يعطيوه الأولوية. وهذه نتكلم فيك راني مانيش من الناس اللي تمشي برشا للمستشفيات أما والحمد لله أما والله مدام راهي فيها قلق برشا وقليل ياسر باش تلقى بعض البلايص اللي تقع فيها براعات الكارتة رغم أن احنا على الأقل أمور إنسانية ما حشناش بالأمور القانونية ما تخدمش بها أمور قانونية احنا صحيح احنا القانون مشى على روحه عنده برشا تبقى لنا على الاقل امور انسانيه راعي له ظروفه يعلم بها ربي في ساق واحده مسكين يبدا واقف على ساقه والعصا في يده يرحمه في هما معاقين كيف يبداوا في جنط بعضهم تلقى الضرير واللي ساقه مقصوصه واللي ما نعرفش انا عندي الكلاوي هذوما يعملوا بيناتهم فيما بينهم ترتيب يبدا يقول له برا انت برا انت يبجلوا بعضهم يبجلوا بعضهم معناها هي حاجات يا مدام راهو باش نتبعوها راهي مشكله كبيره برشا مازلنا بعاد بصراحه على الاقل خاصه صراحه سامحني نقول بعد الثوره هالجانب الانساني زاد الامر سوء يظهر الجانب الانساني بدا يتعب ياسر وليت خاطر ما هي الأنانية تغاط في كل شيء تغاط في الفلوس وتغاط في حتى في المعاملات وش راح لي فيه خليه يمشي ده برات أنا شو باش نعمل له أنا شو باش نعمل يقول لي يرزي شو تعمل له خليك شو عمل لي غير خليني دوري وما تتعداش علي يا بركة وبالنسبة للخدمات الصحية سي محمد معناها داخل المستشفى الحقيقة في الإطارات ما تلقاش منهم المعاملة سيئة بصراحة أما فيهم الجانب الرحمة جانب الإنساني ويتعاملوا معاك بكل تربية بكل لطف غير هذا كل شيء كان حالة شاذة حالة شاذة خاطر ما نتصوروش طبيب معناها تبركل عليه وإلا إطار كبير في الطب معناها باش يقوم يعامل إنسان معناها كسوسوا مريض عادي وإلا عنده إعاقة معناها يعامله بطريقة خايبة معناها ما نتصورش تلقاها بالعكس قداش من طبيب تلقاه كادر لباس بيه بروفيسور ولا حاجة والله يوصل المعاق للباب وهذا جاء معناها مرة جرات في حاجة اسمها هكا معناها طبيب والله العظيم خرجني عاونك لما لقى يد آمنة معناها سلمني في يدها باغ كونتخ فما شوية مشاكل في الفراملة ولا يعني شوية مشاكل الفراملة يا مدام زاد الإنسان حتى احنا زاد المعاق سيس روحك ما تبداش تصيح بالسياسة زاد حتى أي حتى هو برشا ضغط راهو عليهم اي هما خاطر يعيشوا في ضغط مشوم برشا ماذا بينا احنا زادا نسافر واحنا طريف جهه بلطف عايش خويا بالله راه ظرفي هكا وكل شيء بعدين
مثال شيء مش بتتكلم بلغة حادة ولا بلهجة حادة ومن بعد في ضرب البونية من اللون خاطر فما انقطع الخط مع سي محمد. خليني نكمل فكرتي جلال ورحاب. فما زادة راهو كما كنا نحكي وفما برشا ضغط على الإطار الطبي كما الفريملا والكل دونك يبدأ عندهم ضغط متاع برشا عبيد وإحنا لاحظنا كي نمشيو المستشفيات وكل يبدأ عليهم برشا ضغط تبدأ الناس كل تكلم فيهم في مع بعضهم وساعات معناها كسوسوا شخص ما عندوش إعاقة ولا شخص عنده إعاقة يجي يكلمها ولا يكلم الفرم اللي هذيك بلغة حادة معناها شبيك ما عيط ليش شبيك ما دونك هذايا اللي نحاولوا ماذا بينا لو كان نتجنبوه. احنا مازلنا مواصلين معكم في من حقي تنجموا تتواصلوا معنا على 71-88-55-56 وتحكيوا لنا على المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي في تونس. والوان أوراق وأقلام وردة في جنينة حصر وحمام هذه حكاياتهم هذه غناياتهم. ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة مل مازلنا مواصلين معكم في من حقي نحكي اليوم على المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي. مشاكل الحقيقة متعدة من ضعف الخدمات الصحية نلقاو أول حاجة ساعة وقت اللي يتعلق الأمر بالاستقبال معناها واحترام معناها الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعلومات اللازمة. دونك نلقاو كما قال سي محمد صف طويل وعريض جلال وريحة وما يتمش احترام معناها الأولوية حتى لو كان يكون عنده إعاقة ولا حتى من غير معناها حتى من غير بطاقة إعاقة معناها الإنسان ذاك يكون ظاهر معناها اللي هو عنده إعاقة لكن للأسف ما نقولوش في الحالات الكل لكن فما في حالات أنه ما يتمش احترام الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الصف معناها ويقعد يستنى برشا. حاجة أخرى وقت اللي يعطيه مواعيد معناها يعطيه مواعيد بالعام بالعميم هذه موجودة على كل الناس هذا اللي يداوي في المستشفيات موجودة مواعيد متأخرة احنا نعرفوا اللي الأشخاص ذوي الإعاقة يعانيوا أكثر من غيرهم من مشاكل صحية. دونك انت تشوف معناها الإنسان هذاك عنده إعاقة وعنده مشكل صحي معناها هو في حاجة انه بيشتغل دونك هو انك تتقدم شويه في لي رونديفو معناها نتاعو لكن للاسف ولا باش يعمل تصويره ولا تحليل دونك تلقى الرونديفو معناها ياجلوه له البعيد معناها بالعام زاد ما تنساش بالعام ونص ينجم يموت ومازال ما وصلش لل وزاد حتى وضع الاضرابات توا في الايامات هذه توا عندها مده 5 سنين ولا 6 سنين واحنا في موضوع الاضرابات يعني كل يوم نسمع حاجه على الاضرابات هذه من الاضرابات حتى تبقى كما انت تزيد الموعد كي يجيك بعيد لان فما دخل راه مسؤوليه كامله ياخذوها يعني من عشان من المسؤولين الكبار حتى المسؤولين الصغار الاضرابات اوكي لا
ضغط برشا على المستشفيات، ضغط برشا على المستشفيات وقلة الأجهزة معناها اللي تلقاها معناها سكانير واحدة في 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 مستشفى في كامل معناها يجيوه من من كامل الولايات معناها اي دونك يقعدوا يستناو وهاو مرة مكسر هاو مرة معناها مش ما دونك هذه هي الامكانيات زيادة نقص الامكانيات اي ونقص الدويات زيادة نقص المهمه الادويه اي نقص الدويات زيادة ما فماش الدواء هذا برا امشي شوف برا امشي ارجع امشي ايجا ارجع دونك لين يتعب حتى من نفسيته تتعب الشخص اللي عنده اعاقه يتعب هو جا تعب وزاد كي يخرج من المستشفى هذاك بتزيد يتعب اكثر اي سورتو كي ما تتقضاش القضيه نتاعو والا لانه جاء على هدفه ما يوصلوش مشكله كبيره انت لفت انك تدخل أي. اول مره للقسم اللي باش تعدي فيه وتلقى اول حاجه ساعه صفك الطويل العريض هذاك هذاك يفجعك هذاك يفجعك قليل اي يفجعك ساعه هذاك هو اللي يعطيك النهار نتاعك شنو باش يكون ومن بعد تزيد تدخل بعد ما تقيد تزيد تدخل قدام المكتب نتاع الطبيب باش تستنى دورك تلقى ما شاء الله معناها من الناس هو المشكل وين جنات أنك تقعد تستنى وتزيد تستنى أنك باش تدخل الطبيب هذه راهو بالحق هذه مشكلة في مشكلة ساعات واحد يعدي نهار كامل معناها نهار كامل وهو في الـ في السبيطار المستشفى على حاجة بسيطة زي على حاجة بسيطة فوالا دونك يعدي نهار كامل سورتو نحكي وزاد على اللي عندهم اعاقات واللي جايين من بلايص بعيده معناها من الارياف شكون يباتوا يمشوا في الطريق على ذكرى يعني فما ناس يعني يباتوا يمشيوا بالسبعه وثمانيه وتسعه سوايع يوصلوا ويوصلوا الخمسه تاع الصباح للشرنيكول ويقعدوا يستناوا للثمانيه ومن بعد يجي دورهم من الصنهار انت المشهد هذا تخيل انت من غير فطور من غير فمشكلة إمكانيات ضعيفة جدا يعني يجيو هما أصلا كي باش يجيو يعني معاملين أنا باش يطلعوا في الترانسبور بقل أي. ويجي ويزيد يقعد نص نهار باش يداوم وفما شكون معناها يخليوهم يقولوا لهم لازمكم تصيموا باش يعملوا لهم تصويره ولا حاجه ويقعدوا كي العاده يستناو دونك بالحق مشكله كبيره كيف كيف زاد نلقاو بون احنا قلنا اللي فما ضغط كبير في الحقيقه على المستشفيات التونسيه الشيء اللي يخلي الاجواء تتعكر بين المرضى والطاقم الطبي معناها اي سورتو الاشخاص اللي عندهم اعاقات ديما راهو نركزوا عليهم على خاطر يكونوا كما قلنا في نفسيتهم معناها يكونوا حساسين في ساعه ما يتقلقوا فهمت وتلقاه معناها في امس الحاجه للمكان اللي مشالو هو ديجا في امس الحاجه اللي هو تعب دونك ماذا بينا لو كان ماذا بيه لو كان في سعي يقضي قضيته يدخل الطبيب اي ويمشي من بعديك يروح باش يرتاح على روحه دونك شويه هذيا من المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الاعاقه في القطاع الصحي مازلنا شويه اخر زاده باش نحكيوا فما اللي عندهم اعاقات اصحاب الاعاقات اللي يعملوا في الدياليز اصحاب الاعاقات اللي يعملوا في الدياليز معناها دونك زاده يتعرضوا المشاكل كبيره في القطاع الصحي دونك شويه اخر نحكيوا عليهم احنا مازلنا مواصلين معكم في من حقي تنجموا انتم تتواصلوا معنا وتطرحوا علينا مشاكلكم في القطاع الصحي في تونس على 71 88 55 56
منيرة يا منيرة يا أمي لعوينك بيرة منيرة يا منيرة يا أمي لعوينك بيرة كل اللي راك يقول محلاك كل اللي راك يقول محلاك القعدة معك كسيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة يا منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة كل اللي راكي كل محلاك كل اللي راكي كل محلاك القعدة معك سيرة يا هلك يا قلبي من عينك يا منيرة الدنيا بزينك يا هلك يا قلبي من عينك يوم عيني تلاقي عينك تولي تبكي محيرة من نورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة يا منيرة منيرة يا من عوينك بيرة كل اللي راكي كل محلاك كل اللي راكي كل محلاك القعدة معاكي سيرة منيرة عالقلب ذواء من نور عينك فكري تكوى يا منيرة عالقلب ذواء من نور عينك فكري تكوى نموت ولا نعيش سوى كل على قعدة صغيرة من نورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة كل اللي راكي كل محلاك كل اللي راكي كل محلاك القعدة معاكي بسيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا محلى في أمك في الدنيا والله حد ما ذمك يا منيرة يا محلى في أمك في الدنيا والله حد ما ذمك شمس بوك والقمرة أمك أما أنت نجمة منيرة من نورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة من عوينك بيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة كل اللي راكي كل محلاك كل اللي راكي كل محلاك القعدة معاكي سيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة
منيرة يومي لعوينك بيرة منيرة يا منيرة يومي لعوينك بيرة كل اللي راك يقول محلك كل اللي راك يقول محلك القعدة معك قصيرة منورة يا منيرة يا منيرة راديو أمل 102.3 FM الأخبار من راديو أمل مرحبا. وزير التربية حاتم بالسالم يأكد أن التلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 باش يتوجهوا إلى المعاهد النموذجية، وشدد الوزير على أن هذه العملية مقنة بمنشور مبدئي لا يمكن لأحد تغييره. النطق باسم الجبهة الشعبية حما هميمي يدعو إلى إرساء عقيدة أمنية جديدة تنطلق من الدستور ولا تعر اهتمام لأي طرف أو شخص أو حزب، وقال في تصريح صحفي أن المؤسسة الأمنية أصبحت في موقع تجاذبات وخصومات. والغرفة النقبية الوطنية لسلسلة المغازات التابعة لمنظمة العراف تعلن موافقتها على مقترح وزارة التجارة المتعلق بانطلاق موسم السلد الصيفي في 25 جويلية الحالي. نهاية الموجز، خليكم مع جنات في برنامج من حقي. إذاعة أمل. لا ترخصي ولا تهوني لفديك روحي وفاس ماما عيوني لحميك ميلي يريد ليك الدوني يا غالية يا أم القدر العالي يا غالية ترخصي ولا تهوني لفديك روحي وفاس ماما عيوني لحميك هيلي يريد ليك الدوني يا غالية يا أم القدر العالي يا غالية جرالي بتغير من شكون غير حالي كيفاش كنتي فهي بدلالي واليوم تبكي بكاك غير حالي يا غالية انا عاشقة مغرومة بالحب تبدي جرحة مكسومة متقدرة مش غيرة مهمومة لا حد يدري كان ربي العالي يا غالي حيرتيني لا فهمت قصدك ولا فهمتيني في من جد حبتك دليني يا باهية يا عيون كير الجالي يا غالية يوم رات عيني نار المحبة شعلة في جنيني متشخش بموحة لنومي جيني جدا نومي راح ما ولاني يا غالي فاش عاشق قوليلي يا غالية والله حاري دليلي بس تقولي وضحي واحكيلي يم الشهامة والشرف العالي يا غالية فهم
ترخصي ولا تهوني نبديك روحي فصمم عيوني نحميك من رادلي كدوني يا غالية يا أم القدر العالي يا غالية. كنت تسمعوا في عادل يونس وكوثر الباردي في غالية. وصلنا حتى للما 53 دقيقة على موجات إذاعة أمل. مرحبا مو في مخي لاربعة ذاك عليه فهمت لاربعة غير درجين دونك باش نقول ما 53 دقيقة في مخي لاربعة لغالب سامحوني دونك مازلنا موصلين معكم في من حقي نحكيوا اليوم على المشاكل اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في القطاع الصحي. قلنا اللي القطاع الصحي في تونس سورتو القطاع العمومي تعب شوية. الشيء اللي أثر خاصة ديما حتى كان يأثر مرة على الأشخاص اللي ما همش حاملين إعاقة يأثر مرتين على الأشخاص اللي عندهم إعاقات وسورتو زيدا يظهر لي يا جماعة في المناطق الداخلية دونك نلاحظوا في المستشفيات متاع المناطق الداخلية برشا نقص سورتو نقص كسوا في التجهيزات وإلا في الإطار الطبي زيدا الإطار هو اللي طب المعدات نجم تحل المشكلة تجي لشرني كل تجي فما حل أمل الإطار أنه حتى تلقى ساعات إطارات مهمش مؤهلين أنهم مش يتعاملوا الأشخاص هذاكم يبدأ عندهم نقص في التأهيل هم في حد ذاتهم يعني يبدأ يعني قارين ووصلين أنهم بش يشدوا المكان هذاك لكن ما عندهمش طريقة كيفاش مش يتعاملوا ساعات لو ما ساعات يلقوا صعوبات حتى باش يوصلوا للمساج للشخص هذاك. واضح جلال دونك معنا تليفون. الو 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 عسلامة سي صابر. عسلامة مرحبا. مرحبا بك سيدي تفضل. عايشك مرحبا بكم الناس كل والله حبيت نحكي انا ابروبو ان سيجي لي فواتير امبورتاسيون دي فواتير بور ان هانديكاب اللي هما انت باش تحكي على مش مشكلة صحية معناها. لا لا الحمد لله يا ربي مشكلة صحية ان شاء الله. هذايا المشكل هذايا سي صابر نجمو نحكيو عليه في حصص ان شاء الله جايه في برنامج من حقي على خاطر اليوم نحكيو على المشاكل الصحيه اللي تعرضوا لها ذوي الاعاقه في القطاع الصحي. مساش انت تنجم تعطينا رايك معناها شنو المشاكل اللي نجمو يتعرضوا لها الاشخاص ذوي الاعاقه في القطاع الصحي في تونس؟ والله هو بالنسبه للمشاكل ديما لابري سوا معناها وجيست لي دوسي لي دوسي نتاع معناها نتاعو انه توعد ديما تبعها وتمشي تجيب الورقه هذيك تمشي تجيب الورقه هذيك هي مشكله عامه نتاع تونس كامله معناها نتاع اوراق نتاع واحد نجم تكون اوراق تحضر في وقتها ما لازم دوره كامله اي هذيك هو ثم ثم شكون اللي ينجم معناها يقضي أموره وحده ولا ثم شكون اللي لازم يكون عنده أن أكومبانيون ولا أكومبانيون سويفانتي والظروف سويفانتي اسكو يكون متاح وإلا لا معناها شنو هي بطبيعة نجم يحضر معاه ديما ولا معناها يطاول كيما نقولوا احنا الصر والمشي والجاي في خاطر فيها برشا مصروف وفيها برشا الي وريتور معناها برشا تعب لا بريسوان لازم فما مساج فما حوايج فما دي رونديفو لازم وفما دي بليز زاد لونكومبرومون اللي في السبيطارات خاطر مش الناس كلها تنجم تعدي في البريفي فما لونكومبرومون في السبيطارات معناها لازم يلقوا له بلاصتو معناها هو راهو برشا مشاكل ساعات ياجلوا له معناها انه باش يجي باش يرقد في السبيطار معناها وتبدا حالته حالته الصحيه معناها تعبه يقولوا له لا خاطر ما عندناش فرش وين باش ترقد معناها فما صارت وحتى وشو هو راهو ثم نجم يكون معناها مش الواحد باش يطيش يرمي اللوم على العباد الكل لازم تطالب بحقك وكل شيء اما ساعات تصير الذكاء انك نورمالمون يكون هو بريفيليجي وكا هو نورمالمون لازم يكون هو ساعات انت لازمك
الحاله النفسيه نتاعو زاد لازمك تكون انت تراعيها تراعيها خاطر ساعه ساعه انت تقولوا هو خذي عنا سفر وجاء وثم شكون اللي يجي حتى على فلوسه الخاصه أي. ولا شكون عاونه من الفامي ولا جيران ولا حاجه باش يجي وعنده وقت الوجيعه هذيك سفرانس فيزيك انا عنده وجيعه معينه زيد عنده سفرانس معنا تولي له سفرانس مورا اي اي يعني هو يقول لك انا دونك نوليو حتى كيف نداويو الجانب الصحي نهملو الجانب النفسي معنا الجانب النفسي بطبيعه انه انت كي تجي خاطر انت كي تجي لكي في الاحد باش مش باش تكون انت باش تحط اسمك وتقيد لازمك تاخو ساعات تكون انت في البرشة معناها عباد واحد وكل شيء ماهوش باش قداش باش خاطر نحن نحكوا على كام تاع مره اي اي مش كعاديه انك باش تمشي للبوسطه ولا باش تمشي للسبيطار باش تمشي للبنكه ولا باش تمشي لحاجه يقدموك انت ينجموا ينجموا يبجلوك يقولوا لك تفضل انت واحد وكل شيء معناها هذه معناها تمشي للسبيطار من الناس مره معناها اي الناس كلها يعني الكلها مرضى اي اي دونك ينجم يكون هو زاد هذيك تعمل انفلونس عليه لازم يكون زاد لكي زاد للاجون اللي باش واحد يكون السيتياسيون تاعو في اخر وقت اخر 8 سوايع نتاعو باش يجاوبوا يقولوا اصبر ولا هذاك هو اللي موجود انك هذيك هذيك زاد تحل في نفسه هو ولو انه معناها هي راهو فوق كل واحد وكيفاش البيرسوناليتي نتاعو انه فما ناس معناها سيرمونت لي ديفيكولتي هذوك ما كلهم مورال وياخذوا حقه ويمشي حقه وياخذوا حقه بيدو واضح واضح سي صابر دونك فيما يخص مشكلتك سي صابر نتاع توريد السيارات من 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 الخارج ان شاء الله ماهيش معناها ماهيش مشكله بيرسونيل هي اي جوست باش تحكي انت بصفه معناها هذايا ان شاء الله باش نخصوا له ديجا احنا في البرنامج انه باش نخصوا له حصه في من حقي دونك تنجم تكلمنا سي صابر مرحبا بيك كل نهار ثلاث من ثلاثة حتى للاربعة باش ما نعاودوش نفس الواحد وبرا اي اي مرحبا بيك سي صابر مرسي 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 يعيشك يا سي صابر شكرا لك سيدي على تدخل متاعك معنا جتني فكرة وانا نحكي مع سي صابر جلال وريحاب فما اللي عندهم إعاقات سمعية واللي ما ينجموش يتكلموا زيدا مشكلة التواصل معناها مع الإطار الطبي بين على الموضوع انهم اللي يخدموا في المستشفيات مش مؤهدين انهم باش يتعاملوا ما عندناش احنا النيفو انه يوصل يحاور مثال نقولوا احنا يعطيه فماش الطريقه انه يوصل المعلومه مش طريقه دي مش هو الطريقه اللي يحكي بها مع الشخص العادي يحكي بها مع شخص اخر مفهوم مش انت تحكي مع شخص هذاك انا ما لغت اشارات تحيو طريقه مره صارت لي انه والله العظيم اقسم بالله يعني راى العصا وراى كل شيء اللي انا نفايون كل شيء قلت له وقت قديمه الحكايه قديمه وقت باش تمشي المستشفى نتاع الاسنان السيرفيس تاع الاسنان دخلت اللي في السيرفي اللي في الريسبسيون قلت لي امشي وين الباب الابيض ضحكت انا قلت له كان جيت نعرفه ابيض راني مشيت لوحدي دونك هذا اللي هو المشكله في التعامل معناها زي في التواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقه انهم يقول لك هذايا صاحب شهاده صحيح لكن زاد لازم يكون انه فما تأهيل فما تأهيل يكونوهم قبل أنا مش يتعامل مع الأشخاص هذيكم لأنه مش هم اللي مش يتعرضوا لهم الأشخاص هذيكم موجودين في كل مكان في تونس موجودين واضح خلينا ناخذ معنا آخر تليفون لليوم ألو عسلمة سي عادل مرحبا بيك تفضل هي راهي منظومة كاملة أي. أنا شو أقول أنا أقول نورمالمون في لي غروند فيل في العاصمه وفي الساقس وفي سوق اي اي علاه ما يعملوش توريد المكفوفين عاملين اتحاد المكفوفين علاه ما يعملوش ذوي الاعاقه معناتها الخصوصيه كل واحد وشنو الهانديكاب نتاعو واللي يبدا في الانتيريور ما نكذبوش الحاله في الولايات البعاد مش كيما في العاصمه المنطقه الداخليه اي صحيح بالاخص علاش ناس ما تتكفلش بال
السيد هذايا اللي باش يجي الولايه من الولايات الكبار يبدا عنده عليه ان بريافي نتاع شهرين ولا ثلاثه يحضروا له كل شيء ثم شخص ينجم يستقبله في تونس وهو يقد له كل شيء. معناتها الاجراءات عباره مرافق باش يجيه من نهار اللي يخلط يا اما الباب علي والا باش يخلط وين باش يخلط للجروند فيل ياخذه هو اون شارج على عاتقه ويتلهى به ويشوفه. انت تحكي خارج المستشفى هذا خارج المستشفيات معناتها عباره انا السيد اللي باش يجي انا باش نستقبله وانا باش يقعد عندي أي. وانا باش تاخذ على عاتقك معناها اللي يروح. لكن شنو المشاكل اللي تراها معناها يتعرضوا لها اكثر ذوي الاعاقه في القطاع الصحي سي عادل؟ ما يعطيهمش معناتها ما يعطيهمش كيفاش يقولوها لا اله الا الله محمد رسول الله الاولويه الاولويه في كل شيء. معناتها هو انت كي تعرفوا معاق وجاي معناتها من ولايه داخليه تعرفوا اللي كما قال السيد مرقدش وجاء في نقل وجاء مصبحته للسبيطار هو على اعصابه ويزيد يلقى الناس ما تتلهاش به وما تعطيهش الاولويه وما يبجلوهش ويبداو يكشوا عليهم راه اي وهو سوء المعامله ما يجاوبش على خاطر يغزر للاعاقه نتاعو اللي هي كان يقول صدقني كان يبدا يقول بينه وبين روحه كان ما جيتش معاق ممكن نجم مع كامل احتراماتي ليهم راني ما نحبش نقول الكلمه هذه يقول كان انا ما جاش عندي الاعاقه هذيك راني نجم نتصرف ونجم واحد الاعاقه نتاعو تعمل له ان هانديكاب حتى باش يجاوب باش يتكلم باش يدافع على روحه. انا شو نقول؟ نقول يتلموا ثم ناس ميسورين حتى عندهم اعاقه ميسورين يعملوا كي الصندوق والسيد اللي باش يجي لتونس يلزم ثم ثقه تاع اول حاجه ما يلزمش تدخل فيها الشكوك واحد يلزم ثم ثقه صندوق يتعمل يا خويا اللي جاي الداخليه يبداو عنده عليه معلومه قبل شهر ولا شهرين وقت اللي باش يجي يستقبلوه عباره واحد كانه سايح جاي للبلاصه هذيك باش يعدي مده ويمشي على روحه. واضح واضح سي عادل. وينجموا يعملوا كونفونسيون مع وتله يا اخي يعملوا لهم اسوام معقوله وما نعرفش الرومبور شنو منين بكيسي. واضح سي عادل. راهو شيء يوجع القلب. والكلنا ما نغزروش رانا نفس الغزر. انا راني على خاطر عملت كولوني دي فاكونس مع جماعه لاجيم عندي فكره عليهم. فهمتني؟ وشفتهم كيفاش انا اولاد صغار وقتها كيمو يسون اجيتي. انا شو نقول؟ يعملوا صندوق يعملوا اتحاد نتاع معاقين وكوتيزاسيون وتكون ثقه متبادله ما بيناتهم ويحطوا ناس يفهموا ويصبروا على بعضهم. واضح سي عادل. شكرا لك سيدي. عايش. شكرا لك على تدخل متاعك معنا. دونك المشاكل الصحية اللي يتعرضوا لها ذوي الإعاقة في تونس جلال ورحاب قبيلة قلنا زيدا فما الأشخاص ذوي الإعاقة اللي يقوموا بتصفية الدم معناها يعملوا في الدياليز دونك ليزي عنده إعاقة معناها ويقوم بتصفية الدم. نعرفوا اللي تصفية الدم معناها من أكثر الحاجات اللي تعب معناها أصعب الأمراض أي من أصعب الأمراض. دونك نلقاو ضغط كبير في المستشفيات العمومية على الأقسام اللي تقوم بتصفية الدم لكن المساحات الخاصة معناها خلينا نقولوا مش ناس كل قادرة عليها معناها دونك تلقى إنسان يصفي في الدم عنده إعاقة يصفي في الدم تلقاه تعب بالحق وما يخلطلوش الدور متاعه دونك يضطر انه يمشي المساحة خاصة. هذا كانت فما مساحة خاصة لتصفية الدم بحذاه معناها قريبت له معناها دونك تعب كبير الحقيقة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي. نخلي لك الكلمة الأخرى قبل ما نختموا جلال.
في الموضوع الصحي احنا ماذا بينا تتحسن الوضعية وماذا بينا نشوفوا كندخل المستشفيات نشوفوا يعني الإطار يكون مهيئ ومؤهل أنه كيفاش بشي يتعامل أهم حاجة التعامل وزاد نتكلموا على البنية التحتية أي. من هي الأهم اللي تخليك توصل للإطار ومن بعد نوصلوا للإطار أي. هذا من أكثر الحاجات اللي ماذا بينا نترقوا لها وإن شاء الله نشوفوا حاجة جديدة إن شاء الله, إن شاء الله. رحاب كلمة أخيرة نحب نقول إنه إن شاء الله مستشفياتنا تكون قادرة إنها تتحسن وتكون قادرة إنها نحن عنا الإمكانيات وعنا الكفاءات أما عنا مشاكل نتاع كما قال جليل البنية التحتية إلى آخره عنا مشاكل مادية إلى آخره في جميع القطاعات أما نحن نحب نقول إن شاء الله نكون متفائلين وإن شاء الله وضعنا يتحسن إن شاء الله إن شاء الله نكونوا كما قالت رحاب نكونوا متفائلين إن شاء الله الوضعية القطاع الصحي في تونس تتحسن ويكون القطاع الصحي في تونس قادر على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة كما الناس الكل كما المواطنين الكل هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم في من حقي شكرا لكم الناس الكل أنا ما بقى لي كمش نقول لكم باي باي وبسلامة.